الحج أشهر معلومات. إذا دخلنا إيش؟ منى. صلينا الصلوات الخمس وطول اليوم شو بدنا نساوي؟ تلبية. ويا جماعة فريت خيم منى سكن الأردنيين، أسمع واحد بلبي إنه ما ندر، وبس بديت ألف وألبي وأقول لهم لبيك اللهم لبيك، فرج علي أحسنت يا شيخ جزاك الله، طب لبي لبيك الله توكل، إيش هذا بده يلبي يا زلمة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما صوت الضحكات ما شاء الله بتسمعها من الخيمة الثانية، جايين نضحك نضحك لك شوي بس بعدين. فموسم إخواني الله في الله إلى ذكر الله والتسبيح والاستغفار والدعاء، وأهم ذلك التلبية، عرض مسائل العلم والفقه وموجود، وتستطيع أن تفيد وتستفيد. وسوف ترى كثيرا من الناس لا يحسن الحج. خلصنا، هذا حالك في منى. صلينا الفجر، الآن سوف ننتقل إلى أين؟ إلى عرفات.